السلام عليكم يا اهل الطيبين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل صحه وسلامه. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، واليوم الفيديو مالتنا طبعا من احلى الفيديوهات راح تشوفون وتستمتعون ويانا، بس يا ريت تشاهدون الفيديو الاخير لان فيديو خرافي. مثل ما تشوفون هسه احنا بالباصات متنقلين، لان هذا المكان راح اللي لازم تنقل له بالباصات، ما يصير سياره تفوت له. وحبايبي يلا نوصل لهنا، اتمنى تضغطون اللايك، ضغط اللايك ما حيأثر عليكم، يا ريت تضغطون اللايك وتجدد، اذا عجبتكم القناه تشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. فهسه خليكم ويا هاي المناظر الخلابه ويا هاي الجمال يخبل. طبعا هواي سالتوني كانت لهم علاوي شنو وقت رجعين؟ حبايبي انا حاليا بالبيت رجعت، بس هذا الفيديو صار تقريبا اكثر من 4 ايام صورته، بس هسه يلا نزلته لكم وهم راح تعرفون شنو السبب. فهاي الباصات اللي نقلتنا، راح تقولوا لي طبعا هاي الباصات هنا انتقلنا بالباصات، وهنا بصراحه نقول احنا انقطينا انغشينا، لان هنا بصراحه هو الشلال صار كلش لي جوا، والمواقع مال اللي توغ بها السياره لي فوق، فشفتنا احنا عالم تمشي بصراحه، نزلوا للشلال تمشي. فسالناهم قالوا يعني حتى لو تنزلون مشي من حتنزلون جوا هم راح ياخذون منكم 40 يورو على النفر. فاحنا قلنا بعد علي من احنا نازلين مشي وماخذين 40 يورو خلينا ناخذ باصات. فبصراحه من نزلنا لقينا لاكو بوابه ولاكو اي شيء، يا هل يجي يدخل ومجاني اصلا. فيلا مو مشكله هاي التجربه، واللي يريد يروح هذا المكان اسمه كاركا. المهم حبايبي راح احطكم اياه بصندوق الوصف، بصراحة اسمه نسيته بالضبط. هذا الشلال هو تابع المنطقة السبلت اللي احنا رحنا لها اللي هي كرواتيا. هواي كاتبين معلاوي شلون تروحين كرواتيا وبيها حرب؟ حبايبي اوكرانيا هاي كرواتيا، هاي نفس هذا العام هم رحت لها ونفس التعليقات كتبوا لي معلاوي شلون تروحين منطقة بيها حرب؟ هذيك اوكرانيا هاي كرواتيا. هاي المنطقة ايش قلتوا بعد عنا؟ 7 ساعات بالسيارة حبايبي، 7 ساعات. احنا هواي اكو دول يعني قريبة علينا مو بعيدة، يعني كأنه رايحين نقول احنا سياحة الكردستان الشمال، يعني هم كان تقريبا نفس المسافة. فحبايبي ترى مو كلش هواي، هي حدودية ويا منطقة ويا دولة سلوفينيا، احنا سلوفينيا حدودية ويانا، نطب لها يلا نطب الكرواتيا. فحبيت اراويكم هاي المناظر الخلابة اللي تخبل، وراح اجاوبكم على هواي أسئلة سألتوني إنه شلون أجرتوا، شنو هناك الأسعار، كلها راح أجاوبكم هذا الفيديو لأن هو آخر فيديو من سفرتنا. بصراحة أكو أماكن رحت لها أنا كل جو هواي، بس ما شفتكم تشجعوني، ما شفت يعني بصراحة كلش إنه أكو يعني أكو هواي حبوا هذا الشيء وقالوا إحنا مستمتعين كأنه إحنا وياه جالسين بالسفرة، وشفتهم مو كلش. فبصراحة هذا آخر فيديو من سفرتنا صورناه لكم. صراحة عجبني كلش، فقلت لازم اصوره وانزله خلي يشوفون هم شغلات يعني حلوه بغير دول. فهاي بصراحه هي هنا الاماكن انا ما عرفتها، ما اعرف مكان للغسيل للتغسيل غير شيء ما اعرف. فاللي رايح هاي المكان ويعرف هذا شنو الاماكن خلي يكتب لنا بالتعليقات، لان بصراحه اكو هواي امور ما عرفناها، لان ماكو مرشي، انا مرشد صحي حتى مرشد يعني العفو ويشرح لنا على هاي الامور. وهناك لغتهم هم كرواتية صح، بيهم يعرفون انجليزي بس ما نقدر انه نوقفهم ونسألهم. فنادي خلنا هذا المكان، طبعا هذا هو محل، هو هناك محل شلون فتحين يجي محل بصراحة، بس حلو عجبني لان شغلات بيها كلها من الحجر مصنوعة، هذا شوفون. فبصراحة كلش حلو عباك شلون شغلات اثرية هي عندها، بس هي يعني صناعية وكلها من الحجر، فعجبني ان اصور لكم اياها. فهذا محل صغير هم هناك شفته يعني في المكان بصراحه مفتحه عجيب غريب، فهم حبيت اصور لكم اياه واراوي لكم اياه، وراح اراويكم اماكن راح ندخل لها. هنا أنا ما اعرف شفت هذه المكناسه، قلت لهم هاي مكناسه مالت الساحره، لان ما اعرف يعني بصراحه كل هاي كل مكان له فد تاريخ له فد شغله معينه. وهنا عندهم العفو هذا الحمار والعربانة هم شنو قصته، هنا كان المرشد مالتهم هنا كان جاي السياح دا يشرح لهم، بس ما لحقنا
لان انا اولادي يعرفون انجليزي يعني كلش اقوياء باللغه الانجليزيه، بس صراحه ما لحقنا شنو كان يشرح. فشنو قصته هذا؟ اللي رايح الكرواتي يكتب لنا، لان هواي هواي شفنا شغلات تحفيات العفو بها حمار. شنو قصه الحمار كرواتيا ما نعرف، يعني هو يمكن كان ينقل لهم الزرع هيك شيء اتوقع، يعني لان اكو بعض الشغلات اللوحات هو دا ينقل لهم الزرع. الدوله هي المشهوره باكثر زرعه انا العامل قلت لكم اياها، اللافندر. عندهم اللافندر مو طبيعي، يعني شو لكم لوحات لعابات يعني هواي امور هواي شغلات عندهم. وانا هم اشتريت طبعا هناك شغلات من كرواتيا، هم ان شاء الله انزل لكم اياها واراكم اياها شنو اشترينا. فدخلنا هاي المغارة فشوفوا شكلها، طبعا بيها ما اعرف شلال او صناعي طبيعي بصراحة ما اعرف، بس شوفوا المنظر هي طبعا شوية تصوير اظلم، بس هو كان كلش حلو. فهم حبيت اراويكم هاي المعالم وهاي الشغلات اللي عندهم. وهنا راح نطوب مكان ثاني، فاكيد احنا ما طول رايحين في المكان لازم نشوف شنو بيه المعالم وشنو الشغلات اللي بيه، ولازم نصورها ومو بس احنا نشوفها هم العالم تشوفها. شوفون شغلات اللي عند باقي الدول، فهاي هم حلوة. يعني بصراحة ما أعرف ليش أكو ناس ما تعجبهم هيك أمور، بالعكس أنا أتطرق على أمور بغير دول وشنو الشغلات اللي عندهم الحلوة وشنو المعالم اللي عندهم. هاي هم حلوة واحد يعني يستفاد منها إذا إن شاء الله بالمستقبل واحد يريد يروح مثل هيك دولة. فهاي مغارة ثانية دخلنا لها وهم صورنا لكم منها تصوير. يعني بصراحة أنا ما صورت لكم المكان كله بالكامل، لأن ترى صورة باليوم كله بالكامل يعني راد لي تصوير فيديو يعني يوم. فالمهم إحنا من نزلنا بالباصات حبايبي هي راح يصير عندنا نزول إلى أن نوصل للشلال الرئيسي. رغم هاي تشوفوها الشلالات هسه اللي بالطريق، كثرة الشلالات كثرة المياه الجارية اللي صوتها كلش عالي، بس ما وصلنا للشلال الرئيسي. راح أراويكم إياه أكيد. كمية السمك اللي عندهم مو طبيعية مو طبيعية، يعني بدش هسه عند الشبكة وصيدي وتجيش الغرامة الزينة. هواي سيلوني معلاوي زينتو هذا كل السمك ما تصيدون حبايبي؟ والله ممنوع ممنوع غرامة عليها. وهنا طبعا يعني احنا الواحد يقدر يصيد، بس لازم عنده اجازة مال الصيد، وبس مو هم كل مكان مو كل مكان نقدر واحد يصيد. رغم انتو عندك اجازة الصيد بس مو كل مكان هي هم يحددكم وين بالضبط تصيدون. فانتم تمشي وشوفين هاي كلمة اسماء يعني صدق قلبك يتكتك. كل هالسمك هذا وما تقدرين تصيدين ولا سمكة. انتم تشوفون احجامها صغار بس بيها كبار. وهنا كمية التين اللي عندهم هم شفت كلش كلش هواي، يعني غير ما توقعون. بس بصراحة ما حبيت التين مالتهم، انا توقعته مثل التين العراقي اشتريناه نوعا ما بيحموضة. هو حجمه صغار تينهم بس نوعا ما بيحموضة، فبصراحة ما حبيته. بس ما احكي لكم كلش كلش هواي عندهم كمية تين. شوفوا يعني اني امشي قلت لكم مثلا احنا كله دا ننزل، احنا نزلنا هم مكان شوية مرتفع بعد ماكو يعني سيارات او باص لازم نمشي. فهم حاطين هذا الجسر الخشبي وننزل بيه، فكل ما ننزل كل ما نشوف شلالات صغار مياه جارية كلش قوية ومناظر تخبط. شو السمج الله عليكم باعوا باعوا، هذا مو قهر. بتشوفين كمية السمج وبس تفرجين عليها النوب راكد ويمج، يعني يقولش تعالي صيديني بس صيديني. فهم حبيت اراويكم هاي المناظر. فانتوا الله عليكم شنو رأيكم؟ باع 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 هنا شمرنا لهم اكل، شنو صار؟ يعني هنا شمرين اكل وصيديهم كلش بسهولة. فانتوا شنو رأيكم هيك مناطق او هيك مناظر؟ يعني غير فشي رهيبة غير تخبل. وحبايبي راح اجاوبكم على كل الاسئلة. طبعا هنا مين هذا مكان مرتفع، بس شوفوا المنظر الله عليكم شوفوا المنظر شلونه. طبعا هنا انا اصور وكلش خايفة ما اعرف مبين بالتصوير او لا، يعني هذا المكان شوية مرتفع اللي احنا واقفين بيه وشلالات شوية نازلة، فخفت هم على نفسي وهم خفت على موبايل اليوغا. انا شوية اماكن مرتفعة عندي يعني خوف منها كلش، فاصور هيك خايفه تشوفون حتى مبتعده عن الجسر مو كلش قريبه عليه. فخايفه منه، بس قلت لازم اصور وراوي احبابي هاي المناظر اللي تخبل. فحبايبي سالتوني هوايه معلاوي
شلون أجرتي البرنامج؟ البرنامج البوكينج حبايبي أجرنا بي أكيد لك ذرية هواي عرفوه يعني حتى بطيران. فإحنا أجرنا البيت قبل تقريبا 10 أيام وحتى المبلغ قطعوه إحنا موجودين بالنمسا. وهاي هنا طبعا عجبني لون الحشرات مالتهم ألوانها كلش حلوة، فقلت هم لازم أصورها وراح أراويكم وأني أمشي شنو لقيت. لقيت حية بس باعوا المنظر. طبعا هنا أنا ميتة من الخوف بس قلت لازم أصورها، شت خايفة قلت هسه هي راقدة يمكن نايمة بس أقل حركة أكيد راح يعني تمشي، ما ربيها سامة أو مو سامة بس هي كل اسمها حية وتخوف، هم قلت لازم أصوركم ياها. فحبايبي برنامج بوكينج حجزنا، دخلنا دورنا يعني احنا دورون انتم المنطقة اللي تريدوها، حددنا احنا السبيلت لان احنا كنا محددين انه هاي المنطقة اللي نروح لها. فاكيد هنا شوف المغارات، طبعا كلش مغارات هواية، قالوا لي روحي جوا، قلت لهم لو اموت ما اروح اصور جوا، قلت لكم اني ان شاء الله تخاف منها. فهذا الشلال الرئيسي، بس شوف المنظر الله عليكم وبعدين احكي لكم على الايجار. طبعا هذا الشلال الرئيسي اللي يخبل، طبعا لوحة لوحة حبايبي، جد ما احكي جد ما اصور جد ما يبين بالفيديو بس مو في الحقيقة، يعني منظره رهيب حلو كلش وحجمه كلش كبير بس بالتصوير جزء يعني. وهنا ابراهيم الا اسمح يا معود ممنوع، احنا فوق اللونة ترى ماكو، كان قبل دي السباحة بس صار فترة مانعين والنوب حاطين قطعة ورغم هذه قال الا اسبح هو يحب السباحة كلش، هم عندهم اماكن خاصة للسباحة بس هنا قال هذا المي يعني لازم اسبح واجر، بس هو ماكو بس شوية نزل ومشوا وصعد لأم ممنوع. فهم حبيت اصوركم ياه وهم حبيت اقول لكم انه هنا السباحة ممنوع بس رغم هاي ابني جازف. فهذا المنظر الخلاب اللي يخبل. فحبايبي حجزنا، فانتو دائما متحجزون يكتبكم معلومات انه هو جد قريب عن السوق على اماكن مثلا السياحة كله تنكتب. فاحنا هذا الحمد لله المكان اللي اجرناه يعني ابعد مكان اللي هو شلالات رحنا لها يعني تقريبا ساعة بالسيارة، مو بعيد يعني ساعة حبايبي. ومكان شفتوه بسفن اللي نزلكم اياه بالانستا، بصراحة ما صورت فيديو للأسف، اللي رحنا بيه بالغواصة هذا بعد عن البيت كان 25 دقيقة او 20، مكان ثاني 5 دقائق. الماركتات كلش هواية كلها قريبة عليه فالحمد لله يعني ما شفنا صعوبة بهذا المكان. فهم هاي من الأمور انه انتم متأجرون مكان شوفوا انه السنتر قريب، الأماكن السياحية قريبة، فهاي كلها لازم تحطوها وتقروها لي جوا، هي كاتبيكم لستة كاملة شنو بيها. وإن شاء الله ثانية اللي يروح كرواتيا لازم أجر بيت بسبلت لأن حر عندهم مو طبيعي، حر عندهم كلش كلش قوي. فإحنا هذا البيت أجرناه سبلت حاطينهم بس بالصالة، غرف النوم قلنا لها يعني نوعا ما بيحرورة، المرة ما قصرت راح جابت لنا بنكات اشترت لنا وجابت، فالحمد لله والشكر يعني التبريد بالصالة والباب مفتوحة والبنكات، فالحمد لله ما حسينا بحر. بس الحر اللي عندهم برا ما أحكي لكم كلش حارة عندهم، قلت لكم درجة حارة توصل عندهم 40، راح يقولوا لي 40 بالعراق حبايبي، احنا اقول لكم ارجع اقول لكم احنا الشمس هنا عندنا عمودية فكلش كلش حارة. فالمهم حبايبي هاي المعلومات اقول لكم، قلتوا لي الاسعار شلون هناك كرواتيا مقارنة بالنمسا، انا ما لي علاقة بباقي الدول بصراحة لان ما اعرف الاسعار، هواي اكو امور ارخص واكو امور يعني شوية اغلى، بس يعني احنا شفناها نوعا ما اسعارها زينة. كمطاعم المطعم بصراحة احنا قعدنا يعني اسعارها مناسبة، اكيد اكو غالية واكو مناسبة بس اسعارها نوعا ما هم يعني زينة مناسبة شفناها. وتدرون بينا احنا مو كلها كنا مطاعم لانهم طبخت لهم بالبيت، بس مرات قعدنا مطاعم بس شفنا اسعارهم مو كلش يعني زينة اسعارهم. الشيء الحلو المحلو عندهم شفناهم هم الطريق السريع، احنا هنا الطريق السريع نشتري ما السنة كاملة ب90 يورو، يمكن هم هناك كل مسافة دفعين مبلغ معين، فإحنا راحتنا وجيتنا بس كرواتيا 70 يورو دبينا على السريع. هذا شيء معلومة اللي لازم تعرفوها إنه عندهم بوابات تدخلون تأخذون كارت وفد مسافة شو معينة الكارت تدفعوا، فحيقولكم أنتوا جد مشيتوا بالسريع وجد لازم تدفعون. فإحنا هذا راحتنا للشلالات روح رجع دفعنا، وبالإضافة من دخلنا هي الكرواتيا رحنا للبيت لأن كله على السريع مشينا.
بس يعني الطريق يعني كان تقريبا 7 ساعات حبايب، 7 ساعات وشوية. فدفعنا تقريبا قلت لكم كلها شيء على شيء لو 70 لو 75 يورو هالحدود. فهذا الشيء اللي ما حلو انه هو بستة ايام دفعين 75 مال السريع، كلش هواي. احنا هنا نفسه حلو مقطوع، يعني قدرين قصين مع 10 ايام ما اعرف بصراحة بيش 9 يورو او 10 يورو ما اعرف بالضبط. وقلت لكم اذا سنة كاملة احنا هنا نقص ب90، فهم هذا الشيء بصراحة اللي ما حلو. سلوفينيا لا قصينا مع 10 ايام يمكن 16 او 17 يورو، هم شاء الله حلو عندهم. يعني سلوفينيا تقريبا مثل النمسا بس شوية اغلى عندهم، بس هم بكرواتيا كتم هذا الشيء اللي عندهم ما حلو. فأنتوا هالأمور كلها تخلوها ببالكم. اليورو عندهم يمشي لأنهم صاروا من ضمن الاتحاد الأوروبي، العام كنا عندهم العملة هي الكونة، هسه لا يأخذون الكونة هم، بس اليورو عندهم عملة هسه صارت الرئيسية لأن صاروا من ضمن الاتحاد الأوروبي. كجواز ماكو ختم اللي احنا يعني عايشين بأوروبا، لأن خلاص من ضمن الاتحاد الأوروبي العام ختمونا إياها دخولية خروجية، السنة لا دخولية ولا خروجية. واي سؤال واي اسئله سالتوا لي اياها وما جبتكم اياها حبايبي سألوا، ان شاء الله كلها جاوبكم. فاتمنى هذا الفيديو اليوم نال اعجابكم، واتمنى ما قصرت وياكم، ولهنا بقول لكم مع السلامه للجميع.